وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة موندراغون الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 64.7 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني من العام الجاري، ليغلق عند مستوى 1.8 تريليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية AGX 30 بنسبة 3.28% خلال جلسات الربع الثاني، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.3%، في حين سجل مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان نموا بنسبة 2.48%. في أسواق المال الخليجية، أغلق المؤشر السعودي على انخفاض متأثر بخسارة القطاع المالي، في حين سجل المؤشر القطري أعلى مستوى له في 3 أشهر بعد أن واصل مكاسبه الشهرية. وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.4%، في حين سجل المؤشر القطري ارتفاعا بنسبة 0.1%، على الرغم من تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه بدعم من مكاسب أسهم القطاعين الصناعي والمالي. بلغ معدل البطالة في السعودية نحو 7.6% في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض مقدار 0.2% مقارنة بالربع الرابع من العام المالي 2023. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات حكومية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع ب 5.6% ليصل إلى 9.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024. تأمل المملكة العربية السعودية في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، لتعزز من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار استراتيجية أشمل لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام. تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو، ما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي في البلاد قبل اجتماع سياسي هام من المتوقع أن يركز على ترسيخ الإصلاح الاقتصادي. واستقر مؤشر مديري المشتريات الصناعية في يونيو عند 49.5 نقطة بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، تعكس القراءة الأدنى من 50 نقطة تحسب تراجعا في النشاط الاقتصادي، بينما يشير ارتفاع المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع أفضل. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرتنا النشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع إيمان وسارة. شكرا لك مصطفى ميزار.